ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا سنه ثالثه احنا هناخد درس اساليب جديد اسمه لام التعليل. اسمه لام التعليل. يعني ايه لام التعليل دي؟ يعني ليه بتعمل كده؟ لام التعليل دي الاجابه على سؤال لماذا، هيترد عليه تقول عشان كذا. لام التعليل دي لماذا؟ يعني هنعرف دلوقتي مكتوب ايه. هي لام مكسوره تفيد التعليل وتاتي في الجمله بمعنى كي، وتاتي قبل الفعل المضارع. طيب كي دي باللغه العاميه سنه ثالثه عشان، باللغه العاميه عشان، ولازم تاتي قبل الفعل المضارع، لازم تبقى قبل الفعل المضارع لازقه فيه على طول. وبتستخدم بين الربط بين جملتين، الاولى الحدث او الحاجه اللي حصلت، والثانيه بتعبر عن السبب اللي حصل الحدث ده. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ميس؟ هنعرف دلوقتي التفاصيل. زي ما احنا قلنا قبل ما نعرف التفاصيل، قلنا لام التعليل لازم تيجي قبل الفعل المضارع، لازم يبقى قبليها على طول فعل مضارع. بس في لام ثانيه اسمها لام الجر، دي ملناش دعوه بيها. لام الجر دي بتيجي قبل الاسم، قبل الاسم. يبقى لما اول ما تلاقي لام بعديها اسم، دي مش لام التعليل خالص، لا دي لام الجر، حرف جر. بس لو لقينا لام التعليل بعديها فعل، هي دي لام التعليل. طيب مثال، اذهب الى المدرسه. نسال نفسنا لماذا، ليه؟ عشان اتعلم، ليه اتعلم. المثال الثاني، اكل الخضروات. لماذا؟ عشان بتفيد جسمي، لتفيد الجسم. نمارس الرياضه. ليه؟ عشان تقوي الجسم، لتقوي الجسم. يبقى احنا كل اللام دي بعديها فعل مضارع، بعديها فعل مضارع. اذاكر دروسي. لماذا؟ عشان انجح، لانجح. طيب نجاوب بقى على السؤال سؤال، لماذا تساعد امك؟ اساعد امي عشان، هنشوف عشان ايه دلوقتي، تستريح. يبقى عشان دي احنا بنخليها لام التعليل، لتستريح. السؤال التاني، لماذا تمارس الرياضة؟ قلناها ليه نمارس الرياضة؟ عشان بتقوي جسمي، لتقوي جسمي. لماذا تحب القراءة؟ أحب القراءة لتغذي عقلي. لماذا تلعب مع أصحابك؟ ألعب مع أصحابي لأستمتع بوقتي. وبكده يا سنة تالتة نكون خلصنا لام التعليل. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.